امبارح يعني بدأ خلاص المواقع دي كلها اتسلمت وبدأنا هنشتغل على طول بشكل مباشر. المفروض ان مواعيد الافتتاحات ان شاء الله بإذن الله من 6 شهور ل 8 شهور، بس تباعا طبعا على حسب التحركات. الحمد لله رب العالمين. في كمان شغل تاني بيتجهز دلوقتي للسنة اللي بعديها. احنا دي المرحلة الأولى بتاعت السنة الأولى، في ملفات أخرى الحقيقة احنا كمان شغالين عليها الفترة الجاية، عقود الرعاية، البث الفضائي، قناة النادي الأهلي، في اجتماع بكرة لمجلس إدارة القناة، مجلة النادي الأهلي بشكلها الجديد إن شاء الله بإذن الله اللي برضه هيتحرك. ملفات كلها مفتوحة بشكل عام بشكل كبير جدا. الحمد لله كل مجلس إدارة الحقيقة بيشتغل على قلب رجل واحد، مجموعة عمل متكاملة الحمد لله رب العالمين. إن شاء الله بإذن الله نتمنى إن شاء الله إن جمهور النادي الأهلي وأعضائه يبقوا راضيين. عندنا كمان حلمنا، الحلم الكبير للاستاد اللي الكابتن محمود يمكن النهارده نوه ان احنا مش هنعلن الا في توقيتات. احنا بنكمل كل الملف كامل دلوقتي خلاص وشغالين فيه بشكل قوي جدا باذن الله رب العالمين، وهيبقى فيه مفاجاه كبيره جدا 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 خلال الاسابيع الجايه ان شاء الله باذن الله رعايه لاستاد النادي الاهلي ان شاء الله باذن الله. حاجات رائعه كمان يا معالي الوزير، يمكن موضوع فيروس سي ده وموضوع المفاجاه الطبيه دي حاجه رائعه جدا، موضوع مهم جدا، وده كان جزء من الملف والمهم ببرنامج عائله الاهلي، وازاي النهارده انت بتدعم اعضاء النادي الاهلي بان انت بالفعل بتوفر لهم النواحي الطبيه بشكل عام، التحاليل كلها مجانيه بالكامل، حتى العلاج ان شاء الله باذن الله رب العالمين مجاني. الحقيقه في دعم كامل ليه من النادي بشكل مختلف. كمان الجماهير هيبقى ليها الفتره الجايه ان شاء الله باذن الله تصور للمرحله الثانيه دي معانا. يمكن الكابتن محمود النهارده يتحرك في جزء خاص بيه هو شخصيا الحقيقه، يمكن ان هو يبقى سفير لهذه هذا الموضوع فيروس سي، ويمكن ده برضو جزء من اللي يوريك قد ايه التداخل ما بين النادي الاهلي وما بين مؤسسه الدوله، لان الدوله نفسها وسياده الرئيس نفسه بيتحرك على الملف ده بشكل قوي جدا وبدا يفعله بشكل قوي جدا وبيلف وبيه المحافظات وبيتحركوا. فالنادي الاهلي جزء من المجتمع المصري، وده تملي اللي بيفرق النادي الاهلي الحقيقه عن بقيه المؤسسات، انه بيتحرك بشكل كامل بشكل فيه وطنيه كامله، بيتحرك على كل الملفات. اعتقد ان هيبقى فيه مفاجات كثيره جدا الفتره الجايه. احنا بنشتغل مكملين شغل الحمد لله نعمه من عند ربنا، احنا بنشتغل عايز اقول احنا واقفين على ترتيب صوابعنا فعلا حقيقي. كميه اجتماعات مجلس اداره، كميه اجتماعات مكاتب تنفيذيه ما حصلتش في تاريخ النادي الاهلي ان تكون بهذا الكم وبهذا العدد في خلال 3 شهور. ملفات كلها، مخططات بتتعمل، تحليل كامل لكل الملفات، ترابط في الملفات كلها، لجان بتشتغل، شباب النادي الاهلي حتى بدا يتعاون مع مجلس الاداره، لجان حتى البطولات اللي بتنظم شباب النادي الاهلي اللي بينظمها، حتى الاحتفاليات اللي في البطولات النهارده الفرق بتاعت النادي الاهلي هي اللي بتفتتحها. كل الكلام ده الروح اللي بنجتهد ان احنا نوجدها بشكل قوي جدا في النادي الاهلي بتكامل كامل، اعتقد ان شاء الله هيبقى نتائجها سريعه جدا. احنا بقى لنا 3 شهور بس، وان شاء الله باذن الله هيكون في افضل وافضل الفتره الجايه باذن الله. جدا عامر بيه، اشكرك فندم، ميرسي جدا. كل الشكر والتقدير طبعا من جديد لمعالي الوزير الرياضه السابق طبعا العامر فاروق، نائب رئيس مجلس اداره النادي الاهلي. زي ما بنقول مش هنقول مؤتمر، هنقول لقاء هام ولقاء محبه ولقاء خاص مع اعضاء الجمعيه العموميه للنادي الاهلي. وزي ما شفنا التكريم الرائع طبعا من الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس اداره النادي الاهلي لكافه الرموز وكافه النجوم اللي شاركوا في جميع الالعاب، وليس كره القدم فقط، لا شفنا في السكواش، في كره اليد، في الكره الطائره، ده اللي منتظرينه فعلا من مجلس اداره النادي الاهلي. لسه اعضاء النادي الاهلي يعني عندهم ثقه كبيره جدا خلال الفترة القادمة يشوفوا حاجات كتيرة جدا تحت القيادة طبعا المميزة ليها الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي. أكيد هنكون مستمرين معاكم كل مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان، ولقاءات خاصة هنا عقب اللقاء الخاص طبعا بالنادي.